السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفيديو اللي فات وأشكر الجميع على التفاعل والإجابة، لأن فعلا كنت أبي رأيكم بخصوص هذا المشروع، فإن نواصل ولا نوقف هذا المشروع. فالأغلب صوت إن إحنا نواصل هذا المشروع، وفي أحد المتابعين بالذات أحب أشكره ترك تعليق بأنه نصحني أزرع ثوم حوالين النبتة في الأصيص نفسه على أساس يقلل من مكافحة النيماتود. وفعلا الثوم من الأشياء اللي تقلل أو تحارب النيماتود في التربة. في أساليب كثيرة، أنا في البداية فكرت أن أحط نبتات ماريجولد، ولكن راح تنافس النبتة من ناحية مغذيات ومساحة الجذور وكذا، بالذات في السطح يعني إحنا نتكلم، فما حبيت أن أستخدم الميري جولد. فأشكر المتابع اللي اقترح موضوع الثوم. فاللي راح أسويه معاكم اليوم أني راح أزيل طبقة المالش هذه أو المهاد هذه، راح أحطها على جنب، وراح نزرع ثوم في هذه المساحة كلها، وراح نرجع المهاد مرة ثانية. أنا ما يهمني أن الثوم يزرع نفسه، بس وجوده في التربة ونموه في التربة راح يحارب لنا موضوع النيماتود. فراح ابتدي بان ازيل المالش وبعدين نحط الثوم. عندي هني هذه راسين ثوم طبعا مقشر علشان ينزرع. طبعا الثوم ينزرع هذه الجزء الأسفل والرأس يكون للأعلى. فرح أوزع الثوم وألاحظ أن جذور النبتة واصلة على سطح التربة، يعني في جذور ممدودة إلى الأطراف هنا عندي في سطح التربة أشوفها تبين يعني. فرح أوزع هذه الثوم بس بمجرد هذا الشكل ونغرس. فرح أوزعهم مثل ما ذكرت، الهدف هو ان نكافح النيماتود، يعني حتى وانا احاول ان اغرس صبعي في التربة على اساس اسوي حفرة وازرع الثوم، الجذور قاعدة تقطع، ففي جذور كثيرة بس النمو في الاعلى غريب. هذه القطع الصغيرة من الثوم مجرد راح أدفنها بهذا الشكل. عندي هني شوي من الله يعزكم السماد البقري مخلوط مع الألفالفا أو البرسيم الحبيبات ويا بعض البرسيم المطحون. فاللي راح أسوي إني راح أحط طبقة من السماد هذه على سطح التربة، والحين راح أرجع المهاد أو التبن على النبتة. اللي راح يصير أن هذه السماد راح يبتدي يتفاعل مع المهاد أو التبن، وراح يحفز نمو طبقة مايسيليوم أو الفطريات المفيدة، وأيضا راح يبتدي يحلل المهاد نفسه ويصير كومبوست أكثر ويغذي التربة أكثر. مثل ما انتم شايفين في بداية تحلل يعني. والحين مثل ما انتم شايفين حطينا طبقة المهاد، واللي راح اسوي ان راح مجرد اروي على اساس السماد يبتدي يتفاعل، يبتدي يتخمر ويتفاعل مع المهاد أو التبن الله يعزكم، وإن شاء الله
نشوف نتائج زينة. مثل ما قلت لكم هي فيها نموات، فيها بداية براعم، ولكن الحجم، الحجم هو الشيء الغريب الصراحة. يعني يعني ما يمنع لو هذه التجربة ما نجحت السنة نرد نعيد نحاولها السنة الجاية إن شاء الله، فما في أي مشكلة. فما نيأس، الهدف اللي نبيه راح إن شاء الله نوصل له هالسنة أو السنة الجاية إذا الله أحيانا وياكم، راح نرد نحاول. فراح أرويها ونخليها، وراح نشوفها بعد أسبوع أو أسبوعين، راح إن شاء الله أتابع معكم بفيديو جديد نشوف تطورها والنمو اللي فيها. فأشكركم مرة ثانية على نصايحكم وتفاعلكم والتشجيع بالاستمرار بالمشروع، وإن شاء الله راح نواصل المشروع إلى نهاية الموسم، ونشوف يمكن نوصل نتيجة طيبة في هذا المشروع. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.